ينضم إلينا موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد. محمد، جديد المساعدات المقدمة، ولو أنه الملفت اليوم هو الحديث عن دخول 11 شاحنة وقود فقط. نعم، هو تتابع في دخول الشاحنات منذ 4 أيام، وكل يوم تدخل على الأقل شاحنتان من الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. هناك أيضا حجم من المساعدات الإنسانية والغذائية وأيضا المستلزمات الطبية. وصلت الشاحنات التي دخلت اليوم إلى 50 شاحنة قد مرت بالفعل، وهناك أيضا خروج لهذه الشاحنات بعد أن أفرغت حملتها في الجانب الفلسطيني، تعود مرة أخرى لكي تحمل حملات جديدة سواء من داخل المدن المصرية بقيادة التحالف الوطني العامل الأهلي، أو حتى تذهب إلى مطار العريش لاستقبال وتحميل المساعدات التي تصل من دول مختلفة. هناك أيضا ارتفاع في أعداد المصابين الذين وصلوا إلى معبر رفح، وصل رقم إلى 17 مصابا، منهم حالات خطيرة، منهم حالات كانت تحتاج إلى أن تكون على أجهزة التنفس داخل سيارات الإسعاف. هناك أيضا حالات بكسور وحروق تم توجيههم مباشرة إلى المستشفيات القريبة، وهي مستشفى العريش العام، وهناك أيضا مستشفى. لكن هناك سيارات إسعاف على جاهزية تامة للتعامل واستقبال الحالات الحرجة التي تأتي من داخل القطاع، نعني طبعا الإصابات الحرجة. محمد، بالفعل هناك ما يقرب من 80 سيارة إسعاف يقفون في 4 نقاط داليا، في الداخل هناك 30 سيارة، وأيضا هنا في عدد كبير من السيارات تصطف على يسار، وأيضا هناك في نقطة أخرى تقف مجموعة أخرى من السيارات. هذه السيارات مجهزة تماما للتعامل مع أي إصابات حرجة أو حتى بسيطة، وهناك أيضا فرق طبية متخصصة موجودة داخل المعبر تقوم بالإطمئنان على صحة الذين أتوا من المصابين، تتأكد من عمل جميع الأجهزة الحيوية حتى ينقل إلى المستشفى ليكون في رعاية أفضل. كذلك أيضا الشاحنات، إذا كانت دخلت اليوم 50 شاحنة فهناك أعداد كبيرة بالمئات من الشاحنات تصطف على طور الطريق المؤدي من مدينة الشيخ زويد إلى معبر رفح البري، وهي تنتظر الإذن للدخول. 50 شاحنة، هناك هذا ربما أكبر رقم يسجل بالدخول إلى داخل القطاع عبر معبر رفح. محمد، من خلال مشاهداتك طبعا. نعم، داليا بالأمس دخل 70 شاحنة، فهي هذا الرقم هو حتى الآن لليوم، معنى ذلك أن ربما مع نهاية هذا اليوم نصل إلى ما يزيد عن 50، قد نصل إلى 100 شاحنة، وإذا ما توفرت هدنة إنسانية داخل قطاع غزة هذه الأرقام ستتضاعف بشكل كبير، لأنها في النهاية يتم التنسيق ما بين سلطات المعبر وأيضا المنظمات الإغاثية والأممية. وهذه شاحنة من التي أفرغت حمولتها داخل القطاع غزة وعادت مرة أخرى، ونرى التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي، هذه الشاحنة تابعة لهم قد أفرغت حمولتها. طبعا تصل هذه الحمولة ربما إلى 25,000 طن أو 25 طن من المساعدات، أو حتى تصل أحيانا في بعض الشاحنات الكبيرة إلى 50 طن من المساعدات، سواء هذه المساعدات إغاثية غذائية وأيضا مستلزمات طبية. هناك أعداد كبيرة من مزدوجي الجنسية، وصل العدد إلى ما يزيد عن 400 شخص دخلوا اليوم، تم إجراء انتهاء الإجراءات المختلفة حتى يدخلوا إلى مصر. والملاحظ داليا أن أقوم باستقبال الشخص وهو نازل من الحافلة، عندما يمر ويخرج من هذه البوابة تتغير ملامح الوجه، نشعر بسعادة على وجوههم نتيجة للانتهاء من الإجراءات والخروج سريعا بعدما كانوا طبعا في أماكن تتعرض للقصف بشكل يومي. هناك أيضا عدد كبير من السفارات الموجودة، السفارة التركية، البريطانية، الأمريكية، وأيضا سفارات من مختلف الدول، حتى تطمئن على مزدوجي الجنسية وتقوم بإنهاء إجراءات مع سلطات المعبر أو حتى من الجنسيات لهذه البلدان، سواء العاملين في المنظمات الإغاثية أو حتى غيرهم من الذين كانوا داخل معبر رفح داخل قطاع غزة بالتنسيق مع سلطات معبر رفح. كذلك أيضا
هناك استعداد في أي وقت لدخول الشاحنات على مدار اليوم. نعم. هو ما نراه يوميا بأن المعبر لا يغلق ويستمر في العمل على مدار 24 ساعة. في هذه الشاحنات التي نتحدث عنها وكانت تحمل الوقود دخلت قبل فجر اليوم، معنى هذا أن المعبر مستمر ويعمل على مدار الساعة لدخول أي مساعدات إلى قطاع غزة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من معبر رفح موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد، وسنظل طبعا متابعين معك تدفق المساعدات من خلال المعبر. شكرا جزيلا محمد.